إذا خفت من الجن ما هو الدعاء الذي يحفظك من الجن؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم كان يمشي عليه الصلاة والسلام فتحدرت عليه الجن والشياطين من كل مكان ومعهم شعلة من النار وأرادوا أن يحرقوا وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، فنزل إليه سيدنا جبريل عليه السلام وقال له: يا محمد قل. قال: ما أقول. قال: قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما يخرج من الأرض، ومن شر ما يذرأ فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. انطفأت نار الشياطين واندحروا خائبين. يدلنا على هذا الذكر الذي يحفظنا من كل شيطان، احفظوا هذا الذكر وانشروه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.